أحييكم في كل مكان. في مقابلة صحفية للشرق الأوسط، رئيس الوزراء السابق الكاظمي يتحدث في قضايا كثيرة ترتبط في المشهد السياسي العراقي بشكل عام، ولكن الأبرز فيها ذلك الذي يتعلق بملف الفساد. الرجل يتحدث بشكل واضح عن أموال كبيرة هدرت على مدار السنوات الماضية، وأن حكومة الكاظمي متحدثا عن نفسه في هذه النقطة كانت تعمل بشكل واضح على إيجاد معالجات حقيقية لهذا الملف، واتخذت جملة من الإجراءات التي تختلف عن السنوات الماضية، ذاكرا هذه النقطة انطلاقا من جملة الكلام الذي يصدر من القوى السياسية التقليدية أن حكومة الكاظمي فيها من ملفات الفساد الكثير، بل أنها تعتبر واحدة من أكثر الحكومات هدرا للأموال على مدار السنوات الماضية. الكاظمي في هذه المقابلة الصحفية تحدث أيضا عن ملف السلاح المنفلت وقضايا أخرى تتعلق بجملة الأحداث التي كانت حاضرة على مدار الفترات الماضية ونوعية التعامل الأمني الذي كان موجود في تلك الفترة، ومتحدثا عن جملة من الانتهاكات والخروقات التي كان يعمل من خلالها أطراف كثيرة على إيجاد أرضية مناسبة لبناء منظومة مسلحة بعيدا عن العمل العسكري الرسمي. الكاظمي تحدث أيضا عن خطأ كان حاضرا في تلك الفترة، وهو عدم المشاركة في الانتخابات. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن دقة ما تحدث به الكاظمي، وإلى أي حد يمكن أن يكون بداية لمواجهة ومكاشفة حقيقية قد تتضح في قادم الأيام لاعتبارات كثيرة، ومنها أن الإطار التنسيقي بشكل عام وأطراف سياسية أخرى باتت توجه الاتهام بشكل مباشر للكاظمي ولأطراف مقربة بشكل كبير من الكاظمي بملفات فساد وأخرى تتعلق بطبيعة إدارة مؤسسات الدولة. هل الأمور ذاهبة باتجاه أن تكون هناك مكاشفة مختلفة عن تلك التي حصلت على مدار السنوات الماضية بعد مغادرة الكاظمي رئاسة الوزراء، أم أن الكاظمي يحاول السيطرة من خلال إرسال رسائل معينة لقوى سياسية بضرورة التهدئة وعدم الذهاب بعيدا في فكرة الحديث عن فساد الحكومة، وأن محاكمة الكاظمي ستكون قريبة؟ بشكل عام في استوديو العاصمة نتحدث عن مدايات هكذا حديث وإمكانية أن يكون المسار السياسي خاضع لتعديلات واضحة في الفترة المقبلة. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو عن تيار الحكمة الوطنية الأستاذ كرم خزعل، ورحب بجنابك كل الترحيب أستاذ كرم، وأيضا عن الحركة المدنية الوطنية الدكتور صلاح الجراح، ورحب بحضرتك دكتور صلاح، وسيكون معي أيضا عبر سكايب رئيس حزب واثقون الأستاذ علي الشريفي، ورحب بجنابك كل الترحيب بالأستاذ علي. ولأبدأ منكم دكتور صلاح، ربما الحديث عن حكومة السيد الكاظمي وما حصل فيها على اعتبار أنها كانت نتيجة لتحديات حاضرة، وأبرز هذه التحديات هي تحديات تشرين، لا بل أن طيفا سياسيا كبير ومهم يعتبر حكومة الكاظمي هي نتاج لحركة تشرين. كيف شاهدت أو كيف استمعت وقرأت ما تحدث به الكاظمي عن تلك الفترة؟ إلى أي حد تحدث بواقعية أم أنه أراد الهروب إلى الأمام؟ تحية لمشاهدي قناة سامراء ولحضرتك أستاذ علي والأستاذ كرم والأستاذ علي من حزب واثقون. حقيقة ما تكلم به الكاظمي هو عملية استمرارية للفشل وللإساءة التي قام بها من خلال توليه رئاسة الوزراء وأداء البائس اللي كان يقوم به في هذه الوزارة، وكذلك ما بعد خروجه. هو عملية الكلام بشكل عمومي بأنني تعرضت للاغتيال وان هنالك هدر وان هنالك ثلاث محاولات وهو واحده واضحه، يعني صارت بقضيه الطائره المسيره في بيته وقضيه الميليشيات وادائها داخل تاثيرها العالي اثناء توليه رئاسه الوزراء. هذا كله هو استمراريه للفشل اللي ابتدأ من توليه رئاسة الوزراء إلى الوقت الحالي وإلى لحظة هذه الساعة. حقيقة الرجل هو نتاج عملية تغييرية شاملة قام بها الشعب العراقي، مو نتاج تشرين؟ لا أبدا، هو عملية تغيير شاملة قام بها الشعب العراقي بنزول الجماهير إلى الشارع بكثافة وبمطالب تغييرية شاملة للعملية السياسية وكل الأحوال السياسية اللي دارت بالبلد منذ عام 2003 إلى الآن. لكن القوى السياسية تقول التالي، أن الكاظمي لم يكن خيار
الزعامات أو القوى السياسية التقليدية، بل فرضته ظروف ومعطيات تشريع. بالتأكيد أن الظروف والمعطيات هي فرضته، لكن من الذي اختاره؟ ألم نرى أن الصورة اللي كان بها الأستاذ هادي العامري والسيد عمار الحكيم والآخرين من القوى السياسية موجودين في لحظة تسليمهم منصب الأمم المتحدة كجنيف بلاسخارت وممثلي الاتحاد الأوروبي، كلهم هم اللي اختاروا وجابوه لتولي رئاسة الوزراء، وبالتالي الكل كان متوقع أنه حيكون أداء قوي، أداء حيكون مركزي، أداء حيكون ضمن المطالب اللي طالبت فيها الجماهير، وأولها هي إزالة الميليشيات أو تقويضها، أو أنه باعتبار أنها غير دستورية، وكذلك أنه في وقت الميليشيات في ذلك الوقت قامت ما قامت به تجاه الشباب العراقي اللي انتفض في تظاهرات شباب العراق في تشرين. هذا كله ضعف الأداء اللي قدمه والتهديدات المتواصلة بالدخول إلى المنطقة الخضراء يوميا، وتهديد البعثات الدبلوماسية وضرب الصواريخ واغتيال شخصيات بارزة وناشطين، هذا كله الرجل ما شفنا من عنده أي ردود فعل. وشفنا كذلك الفساد استمر، سلسلة حلقة الفساد اللي امتدت من حكومة إبراهيم الجعفري وإياد علاوي والمالكي والمجرم عادل عبد المهدي، هو كان مكمل لهذه السلسلة. ليش المجرم عادل عبد المهدي؟ اللي صارت مجزرة لشباب مدنيين. ما هناك تحقيق، وين التحقيق؟ يعني هو الكاظمي كان في وقته شكل لجنة بخصوص قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وكذا، أين هذه اللجنة؟ ألغيت في الأيام الأخيرة واستبدلت بقضية معالجة جرحى تشرين، وهؤلاء الجرحى تعرضوا للإذلال والمهانة في الدول الأوروبية بعد تركهم هناك لوحدهم. وبالتالي هو وجود الكاظمي في السلطة في تلك الفترة أساء لتجربة تشرين؟ بالتأكيد أساء كبيرة، يعني كان مكمل لسياسة الحكومات السابقة بالقمع والفساد والأداء الخدمات السيء والبائس. جيد دكتور، أنا أعود لك وأناقش أيضا مع حضرتك هذه النقطة بالتحديد، لكن ليبدأ الحديث مع الأستاذ كرم. ورحب بجنابك مرة ثانية أستاذ كرم. الحديث طويل وتفاصيل كثيرة للكاظمي، لكن الملفت فيها هناك نقطة، هو يتحدث عن أن الكاظمي على مدار الفترة الماضية منذ خروجه من سدة الحكم وإلى الآن يتعرض إلى هجوم من القوى السياسية الكبيرة لأسباب، منها أنه لا يمتلك كتلة سياسية تدعم، وأنه لا يمتلك جناح مسلح يؤثر في هذه القصة. أنا أسأل هذا السؤال، لماذا فعلا القوى السياسية التقليدية مستمرة في هذا الهجوم المستمر على الرجل منذ أن غادر السلطة وإلى الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم وضيفك الكريمين وقناتكم المنقرة وكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز. ابتداء يعني إذا نتحدث احنا عن وضع السيد الكاظمي منذ بداية توليه السلطة حتى خروجه منها، خلي أتبعها. جيء بالسيد الكاظمي وكان خيار ولم يكن اختيار، خيار، هذه نقطة مهمة. خيار من؟ خيار قوى سياسية على تظاهرات، على قوى يعني كان خيار لم يكن اختيار. أنا أكد على هذه النقطة. أنت اليوم أكو فرق ما بين الاختيار والخيار. جيء به كخيار وكلف بأمرين مهمين، ألا وهما إجراء الانتخابات والكشف عن قتلة المتظاهرين. هذه اللي الانتخابات اللي أخذتنا إلى شفا حفرة من الاقتتال والحرب الأهلية وقتلة المتظاهرين إلى هذه اللحظة. يعني جزء شاطر من زميل الرأي، إلى هذه اللحظة لم يظهر لا القتلة ولا من أعطى الأوامر بالقتل. فضلا عن ذلك، بعد الانتخابات احنا هم لا ننسى هنالك قتلى من القوى التي كانت معترضة على الانتخابات اللي كانت عند بوابة الخضراء، أيضا كان سقطوا شهداء وجرحى، ومن التيار الصدري أيضا. جيد، ومن التيار الصدري ودخول المنطقة الخضراء لأكثر من مرة. ويعني الرجل لم يكن موفقا منذ توليه حتى خروجه، وبعد خروجه اليوم يدعي بأنه هو كان الأفضل والأحسن والأروع والأجمل وإلى ما شاء. هذا ادعامه حقيقة؟ لا يدعي، لا، إذا تجي على حكومة الكاظمي فهي نقولها وفي القلب حرقة، أسوأ حكومة، وبغصة أقول بأنها هي أسوأ حكومة جاءت. جيد، يعني شنو اللي كانت تمتلك الحكومات اللي
سبقت الكاظمي حتى نقول يعني انها كان اسوأ حكومة. افضل من حكومة السيد الكاظمي. السيد الكاظمي اليوم حتى سلم للسيد السوداني تركة ثقيلة من الفساد، من المشاكل على المشهد السياسي، من المشاكل على المشهد الاقتصادي، من مشاريع متلكة ومتوقفة، اموال اهدرت. احنا اليوم انا كمواطن اليوم ما بدي اسال، اقول لك انا سلمت السلطه في وضع مالي مريح للعراق، واذا لا ما لا كانت لا عندكم ملفات فساد فكشفوها الرجل زين يتحدث هو كشفه. انت عندما سرقه الاموال الضريبه انا اللي كشفت، ليش ما كشفت عن الفاسدين والمفسدين؟ ليش ما كشفت عنهم؟ اليوم هو خارج السلطه ويدعي بانه لدي ملفات، زين انت خب كنت بالسلطه كان عندك سلطه وقوه، ليش ما جبت هذول الفاسدين واعادت حق الشعب؟ هسه على الاقل عوف حق الدوله، بس اعطيني حق الشعب. انا حق الدوله من تجيبه تذبه بالسجن، بس حق الشعب من ترجع الاموال المسروقه ترجعها الى خزينه الشعب. هذا الخطاب خطاب قوي ام خطاب متخوف بالنسبه للكاظمي؟ لا هذا تباكي. تباكي على ماذا؟ استجداء، هذا استجداء واستعطاف لمشاعر الاخرين. انا يعني اليوم انا لست بصدد الهجوم، ولكن انا اسولف معطيات، اسولف واقع، هذا واحد اثنين ثلاثه الى اخره، هاي قدامك وانت تشوفهن. انت طلع من عندهن السلبيه من الايجابيه، انت تعرف وانا اعرف كمواطن. انا يعني اليوم اتساءل اقول قانون الامن الغذائي امواله وين؟ سيد الكاظمي كان في عهدتك الاموال. الارتفاع اللي صار باسعار النفط هاي الانتقاله اللي صارت أمواله مستمرة، أموال الأمن الغذائي للحكومة الحالية تصرف. أيوه الحكومة الحالية تقول ما وصلت من الأموال التي كانت في خزينة الدولة، مو نفس الأموال اللي ادعى السيد الكاظمي وجودها والحكومة التي كانت في وقت السيد الكاظمي. احنا هسه حديثنا بأدلة، أنا ما أريد أتهجم بس أقول هذن اللي أحطهن قدام المشاهد الكريم. اليوم المواطن ترى يعلم ويحلل المشهد السياسي أفضل مني ومنك، فمو كل شيء ينطلع عليه. المواطن اليوم يسأل في النهاية تتحمل القوى السياسية التي اختارت الكاظمي. الكاظمي جاء بالتوافق أولا، جاء بالتوافق، ومن جاء به يعني من صدره هم الفتح وسائرون وقت ذاك. الفتح وسائرون هم فقط هم اللي كانوا متواجدين في المشهد. الفتح وسائرون. الفتح وسائرون اختاروا عادل عبد المهدي في وقت. واختاروا السيد الكاظمي لأن هم اللي كانوا. والحكمة والفتح وبقية الأطراف السياسية. تحصيل حاصل ما ردنا المشهد. لا تحصيل حاصل. لا المشهد المالكي ما حضر. المشهد يعني المشهد السياسي ذهب باتجاه الفوضى. المالكي اعترض ولم يحضر. سيد الكريم هسه خلينا نرجع بالذاكرة قليلا. وهي مو بعيدة. والحكمة كانوا جزء من لحظة. هي مو بعيدة. يعني تشرين ومظاهرات تشرين وانتفاضة تشرين لم تكن بعيدة ذاك اليوم. احنا خلينا نعود بالذاكرة قليلا، صار اللي صار في تشرين واللي صارت النقمة اللي صارت على حكومة سيد عادل عبد المهدي، وأجبر على الاستقالة سيد عبد المهدي، وجيء بهذا الرجل حتى يحل محله. ليش الفوضى الفراغ؟ جيد انا هذه ايضا اناقشها استاذ كرم. الحديث مو لهنا تقطعه، عندي بعد تكمله مو حتى اثبت يعني مو هي في وقتها يعني كانت الصعوبه في الاختيار، ولكن البقاء بلا حكومه هذا اصعب واخطر. انا خليني ابدا الحديث مع السيد علي الشريفي، ارحب بجنابك سيد علي، وخليني اسالك بشكل مباشر. ربما من 2003 وإلى اليوم أي رئيس وزراء يخرج من السلطة يتحول الحديث بالضد من رئيس الوزراء، وكل الأطراف السياسية لا تتحدث عن أنها كانت طرفا في الاختيار. خذ تجربة السيد عادل عبد المهدي على سبيل المثال، كل الأطراف السياسية ما أن خرجت تشرين وتلك الصورة التي تشكلت أيام تظاهرات 2019، كل الأطراف السياسية قالت لم نكن طرفا في عملية الاختيار، وترك الرجل في تلك اللحظة وحيدا إلى أن زادت شرارة الاحتجاجات نتيجة لسقوط الشهداء وقدم الاستقالة في تلك الفترة. الآن كل الأطراف السياسية تنتقد الكاظمي، تعترض على فترة أداء الكاظمي وأنها لم تكن طرفا في عملية الاختيار. كيف يمكن أن تنتهي هذه الظاهرة، هذه المعادلة في المشهد السياسي، وأن تبقى الأطراف السياسية متمسكة في اختيارها ومتمسكة في رئيس الوزراء حتى بعد مغادرته للسلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على استضافتكم، وتحية لحضرتك وللأخوة الضيوف الكرام. احنا سياسة كل أمة تأتي تلعن الأمة التي قبلها ليست جديدة على المنهجية الحاكمة في العراق. مع الأسف الشديد نحن نفتقد إلى لغة المؤسسات، ونشخص الأداء الحكومي بشخص رئيس الوزراء فنشاركه في النجاح
ونتخلى عنه في الفشل. هذا ما تعودنا عليه منذ عام 2003 ولحد الآن. أنا أختلف مع الأخوة الضيوف في بعض كلامهم، ذكر ضيفنا العزيز في بادئ الأمر الأستاذ صلاح أن الكاظمي هو نتاج تغيير شعبي. المعادلة هكذا لا تقاس هكذا. الاستقالة عادل عبد المهدي تعتبر نتاج تغيير شعبي، أما الكاظمي فهو غدة سرطانية جديدة تضاف على الغدد السرطانية الموجودة في العملية السياسية. وما قاله الكاظمي في لقائه الأخير على قولة أهلنا وعجائزنا البوصلة عيب على الثومة. هو الكاظمي أصلا خياره مهمة وكان من ضمن خيارات متعددة، خيار من؟ خيار كل الأطراف؟ نعم، خيار من؟ أسأل الأستاذ كرم قبل قليل قال هو خيار الفتح وسائرون في وقته، الخيار الطبقة السياسية، كل الزعماء السياسيين كانوا واقفين عندما تسلم الكاظمي قضية التكليف أو كتاب التكليف من برهم صالح. كل زعماء العراق السياسيين كانوا موجودين. وهو الكاظمي من أين أتى؟ هل أتى من ساحات تشرين أم كان مدير مخابرات لسنوات عدة في حكومة علي العبادي وحكومة عادل عبد المهدي؟ فهو جزء من هذه الغدد السرطانية التي ابتلى بها العراق منذ عام 2003 ولحد الآن، وما زال هذا السرطان سار المفعول. ولا تغركم المعالجات التي يقوم بها السيد السوداني كشخص أو كفرد محسوب على سياسي أبناء الداخل، ولكنه يعطي معالجات كمن يعطي البراسيتول لمريض السرطان. ما زالت المعالجات هي معالجات قولية لا فعلية، لم نشهد على أرض الواقع أي تغيير ملموس. الموازنة متأخرة ما زالت، وما ذكره الكاظمي هذا في حديثه الأخير هذا يدخل في خانة التهديد للشركاء السياسيين أو الخصوم السياسيين على طريقة لو ألعب لو أخر بنلعب. وذكر مرارا وتكرارا أنه وقع في خطأ استراتيجي، أنه لم يحصن نفسه بحزب سياسي يشارك في العملية الانتخابية السابقة كما فعل سلفه عادل عبد المهدي عندما زج ببعض النواب المستقلين الذين خرجوا من تحت عبائته. ليش عادل عبد المهدي اليوم عنده نواب؟ نعم عنده نواب مستقلين ومعروفين، معروفين لا حد يخفي هاي القضية. ما زال عادل عبد المهدي، لا هذه مهمة، منو المعروفين؟ ما زال عادل عبد المهدي مستمرا بلقاءاته وتجواله على الزعماء السياسيين. وآخر زيارة كانت له لمحمد الشاعر السوداني. ايش قد عنده نواب؟ استاذ علي بما وصل له العراق الآن، والكاظمي جزء من هذه المهزلة. ايش قد يمتلك السيد عادل عبد المهدي من نواب؟ استاذ علي هذه نقطة مهمة، ايش قد يمتلك الآن نواب؟ سيد عادل عبد المهدي 5 نواب موجودين داخل مجلس النواب. قد لا اريد ان اصرح باسمائهم، ولكنه شريك بالعمليه الانتخابيه ومعروفين اللي كانوا يشتغلون بفريق عبد المهدي الحكومي واصبحوا نوابا في الفتره الحاليه، وقاموا بمحاربه الكاظمي في فتره حكمه لانه اراد ان يفتح ملفات في عهد عادل عبد المهدي، وجاء محمد الشاعر السوداني وتسلم الحكم بطريقه بروتوكوليه وسلام بينه وبين الكاظمي. بمجرد ما غادروا وزراء الوزارات وغادر الكاظمي القصر الحكومي ظهرت الملفات وظهر فساد الكاظمي. والكاظمي هو اصلا هو نتاج حكوماتهم ونتاج توافقاتهم وخلطه عطارهم. فياتينا الكاظمي ليدعي الشرف في بيت الدعاره، هذا لا ينطوي على كل وطني عراقي. هو شريك مع الجميع بما وصلت له العمليه السياسيه الحاليه، ولا نسمح له بأن يدعي الشرف. وهناك إحصائية بأن حكومة الكاظمي هي وعصابته هي أكثر حكومة سرقت أموال العراقيين، كما أن من سبقه سرق أموال العراقيين بمثله بل أشد منه لمن كانت له ولايتين، بل ضاع من العراق الأموال. إذا ما كانت الأمور بهذه الصورة يا أستاذ علي، أن هذه الحكومة حكومة الكاظمي هي الأكثر هدرا للأموال والأكثر أخطاء، شنو اللي يمنع من محاسبتها الآن؟ أقول بأن حكومة السيد المالكي أهدق بشركائها ومن شارك المالكي بتشكيل حكوماته بالوزارات الوزارات الأخرى وفق نظام المحاصصة قد ضيعت أموال بمقدار أموال الموازنات العراقية من سنة 1921 إلى سنة 2003، وهذه الإحصائيات مثبتة في مراكز الرصد والاستقصاء. ليس الكاظمي فقط، الكاظمي جاء يسرق أموالا بالعلن وأمام ناظري الجميع وبطرق قانونية، وآخرها ما قام بسرقته من مخصصات مفسوخة عقودهم. الأخوة الأبرياء
اللي الان الحكومه ما لقت لهم معالجات حولتهم على موازنه 2023 من دون محاسبه لا لوزاره الماليه. هو سألك سؤال، وزيره الماليه الحاليه اللي موجوده بحكومه السوداني وين كانت بالموازنات السابقه؟ الم تكن هي مديره الموازنه في حكومه الكاظمي والحكومات اللي قبلها؟ احنا ليش نغلط انفسنا؟ شنو اللي اختلف؟ السوداني مشكله من الملائكه، هي نتاج محاصصه لنفس الاحزاب التي جاءت بقذاره الكاظمي. جيد، انا اعود لك استاذ علي، لكن اسمح لي من جديد بما ذكرت من نقاط مع الدكتور صلاح، يعني اثارني ما ذكر قبل قليل الاستاذ علي وهو يتحدث عن قضيه اختيار رؤساء الوزراء، وتحدث عن انه السيد عادل عبد المهدي حاضر في المشهد السياسي ويمتلك 5 نواب، وقبل قليل حضرتك تتحدث بين هلالين عن ان الرجل مجرم ويجب ان يحاكم، انت الان تتحدث عن شخص فاعل حاضر في المشهد السياسي ويمتلك نواب في البرلمان العراقي. بس اول اسم اجيبك يا مصطفى جبار سند. شنو علاقه الرجل؟ الرجل مدير مكتب عادل عبد المهدي، وكرر مجرم يعني عادل عبد المهدي. هذا ما يعني انه نائب عن كتله السيد عادل، يعني منين جاء اذا؟ هو على رغم صار مستقل والاموال استخدمها انتخابيا وذلك التاثير، وحاول يخرق الناشطين بشتى السبل وشتى الوسائل. شلون يخرق الناشطين؟ يعني بدا يستقبل ويحاول يستميلهم ويحاول انه يغير ارائهم، احنا على اطلاع بهذا الشيء هذا. انا اعرف تقريبا 5-6 ناشطين قابلوه يريد يحاول يغير رؤيتهم. ناشطين وين؟ بالاحتجاج؟ طبعا طبعا، خصوصا بالبصره. يغيرهم وين؟ شنو؟ يغيرهم انه جوزوا من الكلام ضد الحكومه السابقه، حكومه عادل عبد المهدي، وقتله المتظاهرين او غيره، هاي عمليه سياسيه وتعالوا بدنا نعمل ونغير من خلال العمليه السياسيه. هاي بعد ان اصبح نائب؟ لو قبل ان يصبح نائب؟ قبل ان يصبح نائب. قبل ان يصبح نائب، بعدين صار نائب. زين. اتكلمه بكل صراحه وبكل شجاعه، وش اللي يسوي خليه يسوي. هذا اللي صار. اما المحور الثاني بقضيه، يعني اذا نرجع فكره يعني المحاكمه اللي تتحدث عنها، محاكمه السيد عادل عبد المهدي. محاكمه عادل عبد المهدي هنالك اجرام حصل في وقته اللي هو قضيه تظاهرات سلميه ظهرت عن طرف ثالث. الطرف الثالث، هل احد توضح شنو الطرف الثالث؟ اللي يعني ساعدنا اجيب لك مثال. عمر نزار في الناصرية اللي متهم بقتل بمجزرة جسر الزيتون في الناصرية. الآن أنا على اطلاع أنه هو عدة تواصل مع بعض النواب يقول إذا ما تطلعوني براءة من هالمحاكمة هاي، لذلك محاكمته تتأجل أسبوع بعد أسبوع. يهدد بشنو؟ يهدد أنه أكشف منه اللي قام بالمجازر من القوات الأمنية، والأوامر من جت مباشرة. وهذا الكلام دا أقوله أنا من احد ابناء الشهداء، ما احب اذكر اسمه حتى ما اعرض المخاطره. حتى وصل انه صار عمليه اغتيال لاخو هذا الشهيد في الناصريه وفي الشطره تحديدا. اسكت اما ندفع لك فلوس، صدقني استاذ علي واتكلم لك بكل امانه وممكن اجيبك اياه للشخص، انه اما تسكت ونعطيك فلوس حتى تتنازل عن قضيه عمر نزار، او انه الموضوع ترى يوصل الى قتلك. وصارت محاوله اغتيال له، ورجل الان اجى لبغداد هروبا من الشطره، بس ما يرضى يتنازع عن القضيه. واحدى النائبات اللي مع الاسف اللي محسوبات على الاحتجاجات من امتداد عندها تواصل مع عمر نزار، ودا تصير حاله وساطه. تواصل شنو؟ تواصل حاله وساطه نتنازل عن عمر نزار. النواب امتداد اللي خرجوا لو بعتهم؟ لا لا لا، لا زالوا موجودين. انه نسوي وساطه حتى يخلص الموضوع. ليش؟ لانه عمر نزار من داخل السجن في مطار الناصريه دي يهدد بكشف من هم القتلة الحقيقيين. هو ممكن ينكشف هذا الملف بكل تفاصيله؟ هو شنو رابط الضغط مثلا؟ رابطه انه اما تبرؤوني واذا صارت عمليه حكم علي اكشف الموجود كله عندي. وعدة تليفون ترى داخل السجن، يعني خاف. بس هذه طبيعية، التليفون موجود عند أغلبية أو جل. وأنا شايف إحدى المحادثات والرسائل مات اللي بيها تهديد. بيها تهديد للقوى السياسية وتهديد إلى يعني أهل هذا الشيء. أنا خليني أسألك عن السيد الكاظمي وهذه الفترة. هناك من يتحدث بهذه الطريقة أن تشرين بعنوانها الكبير بقياداتها بمن كان حاضر نافذ
يتحمل الجزء الكبير من عدم كشف السيد الكاظمي أو اللجنة التي شكلت كامل التفاصيل بهذا الملف من خلال عدم الضغط على الكاظمي في تلك الفترة؟ لم نرى احتجاجا كبيرا يطالب بكشف قتلة المتظاهرين، لم نرى ضغطا إعلاميا كبيرا على الكاظمي في تلك الفترة، وبالتالي ترك هذا الملف. أستاذ علي، أولا يجب توضيح أمر، أن القوى السياسية كانت مجبرة على تغيير رئيس الوزراء من قبل الجماهير. أما أنا من أقول أنه الكاظمي هو نتاج دي هذا التغيير، هو نتاج مو نتاج الجماهير، نتاج أنه القوى السياسية كانت مجبرة على التغيير. أمر الثاني أنه الكاظمي أكثر ما عمل على اختراق تشرين ومحاولة تفكيكه من خلال مستشارة، شنو ليش؟ من خلال مستشارة مشرق عباس، شنو من خلال مستشارين آخرين، شنو هدف مشرق عباس تفكيك تشرين؟ هذا هو هذا السؤال. هو كان يتحدث باعتباره جزء من تشرين، هو هذا السؤال، لماذا أنت حاولت تخترق هاي الشباب وتحاول تفككها كيفما يكون، بالترغيب بالترهيب بكثير من الأساليب، وأنا قلت لك على اطلاع بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع، بتشكيل حزب شكله وبقته مرحلة، حاولوا انه يلملمون الشباب ومن ثم هو فلشه حتى الشباب ظلوا، يعني ليش بعد ان حصل على وعود في ولاية ثانية؟ أبداً، 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 كان هدفه انه يكشف الجهات الموحدة من الناشطين حتى يفلشه، حتى يفكك. من اللي اشتغل الكاظمي لو مشرق عباس؟ مشرق عباس والمستشارين الآخرين اللي كانوا معه بضمنهم كاظم السهلاني. الهدف إفشال تجربة تشرين السياسية قبل أن تبدأ؟ بالتأكيد، كان كان خايف، ما تعرف بعد توليه الكاظمي رئاسة الوزراء كانت تشرين لا زالت حية، يعني لا زالت قوية متماسكة تأثر على الشارع، فهو خاف اعتبارها أول عدو له بهذا الشأن، فحاول تفكيكها بأي طريقة كانت. ونجح؟ يعني ما أستطيع أقول نجح، لكن أنه هو المسألة طولت، قضية تشرين طولت، يعني كزمن وكوقت وكمجهود وكتضحيات كبيرة قدمت من قبلها، هذا كله ما يخليها تستمر. جيد. أنا يعني ممكن في ولو أتجاوز على وقتك سالك. لا بعد كب وقتك. يعني هل نسأل كم ناشط اختيل في وقت الكاظمي؟ إيهاب الوزني، هشام الهاشمي، الدكتورة تحسين أسامة، الدكتورة ريام، عباس سجاد العراقي، هاي الأسماء اللي تحضرني الآن حقيقة، يعني كثيرون من أصدقائي في فترة الكاظمي فقط. في فترة الكاظمي فقط. هذا شيء انطباع طبعا، انه هو شخص ما كان يهم الاحتجاج. انا خليني مع الاستاذ كرم بالنقاط ايضا اللي تحدث بها الاستاذ علي قبل قليل، واذا ما كان عندك تعليق على النقاط اللي ذكرها الدكتور صلاح قبل قليل. الفكره التي اراد ان يوصلها الاستاذ علي من خلال حديثه انكم كاطراف سياسيه كبيره ومنها تيار الحكمه تتحملون هذا الخيار، وبالتالي أي ضرر حصل في هذه الفترة تتحمله هذه الأطراف السياسية التي تعودت ما أن يخرج رئيس الوزراء من السلطة حتى تقول لن نكون طرفا في ذلك الاختيار. سيدي الكريم، احنا خلي نتفق على جزئية مهمة. أنا أقول بأنه الخطأ إن وجد، أقول هذا الخطأ موجود لو على أبوي. اليوم أنا من أسولف على حكومة السيد الكاظمي ومشاكل السيد الكاظمي، يعني مشاكل كارثية، قلت لك أبديها منين؟ منين يعني من وين أوصل؟ الفساد الإداري والفساد المالي، الاختلاسات وسرقة القرن، لو الأموال التي أهدرت، لو الاغتيالات وما تقدم إيه مثلا زميلي. سرقة القرن هو اللي كشفها فترته. مشاكل، لا شلون هو كشفها؟ إيه فترته فترته صارت، بس مو هو كشف. لا مو كشفه، هي كانت حكومته حكومة عن أصل الفساد. لا هو الملف شو وقت أثير؟ وضيحة كبيرة. هو شو وقت أثير الملف؟ الملف شو وقت أثير؟ أثير بعد ما خرج. لا قبل أن يخرج من السلطة. لا بعد ما خرج. لا شلون؟ وإلا هو شلون يسولفها هي إذا هي جزء من حكومته؟ جيد، هسه أنا خلي أجيهن وحدة وحدة. أنا وقوف القوى السياسية في وقت تكليف. ونور زهير شو وقت اعتقل؟ شو وقت اعتقل؟ اعتقل بعد تكليف السوداني. اي منو اللي كان بالسلطه؟ السوداني. لا بالسلطه. لا السوداني. خلص اسكت كمل حديث. جيد اقول انا وقوف القوى السياسيه في لحظه تكليف الكاظمي لا يعني اني داعم، بس انا قلت لك الفراغ اللي حصل
وراح يجرني الى مشاكل كبيره على المشهد السياسي على المشهد الامني تحديدا. هسه هي قلت لك الصعوبه في الاختيار، المشاكل التي كانت في الاختيار، ولكن بقاء الدوله بلا حكومه هاي مشكله كبيره. يعني واحنا في ظل احتجاجات ومشاكل كانت في المشهد، الجائحه ايضا كانت وتداعياتها، يعني شان اكو مشاكل على المشهد. غير هذا اليوم أنا كلام جناب الدكتور يقول بأنه كان الكاظمي مؤثر على تشرين، إذن تشرين كانت مخترقة من قبل السلطة. مخترقة من السلطة؟ لا ما قلت لك مشكلة؟ كان داس وياهم ناس يشوهونها على الأقل، خلي أحكيها بهاي العبارة. حاول يخترق. واخترق. حاول يخترق. اخترق، والدليل بأنه أكل يوم تفكك تشرين. هنالك من ذهب باتجاه دخول الى يعني الانتخابات وذهب بهذا الاتجاه، هنالك جزء مهم وكبير ذهب باتجاه المعارضه معارضه الشارع والاحتجاجات ورفضه للواقع، رفضه للسلطه، هذه كلها يعني اذا على هيجي فهي ما بقت على ما هي عليه، على ما بقت على جوهرها اللي احنا تعتبرهم يعني هي تمثل راي الكل. انا نعم؟ استغرب خمس شخوص او ست شخوص ليش تعتبرها يمثل الكل؟ خليك كمل الفكرة حتى انتقل للاستاذ علي. اي تفضل استاذ. لا كارب. انا ايه؟ احترم تشرين واحترم قاده تشرين وجمهور تشرين واحترم دماء الشهداء وارفع لها القبعه، بس اقول هاي القوى التي استطاعت ان تجبر الحكومه على التنازل على الاستقاله، حكومه سيد عبد المهدي ما قدرت تجبر حكومة الكاظمي على الكشف عن قتلة المتظاهرين. هذا أنا مو من باب الإساءة بس أنا أتساءل، مواطن حقي أتساءل وأحترم، قلت لك أحترم تشرين وأحترم الدماء التي سالت دماء الشهداء من خلالها صار تغيير وتغيير جوهري، بس أنا أقول هذه الجماهير التي استطاعت أن تجبر حكومة السيد عبد المهدي بالتنحي والتنازل، ليش ما قدرت تجبر السيد الكاظمي وحكومة السيد الكاظمي التي جاءت بعد هذه الاحتجاجات التي جاءت من أجل كشف قتلة المتظاهرين، ليش هذه الجماهير لم تستطع أن تجبر الكاظمي وحكومة الكاظمي على الكشف عن قتلة المتظاهرين على الأقل؟ يعني جيد، هذا التساؤل انا راح اناقشه مع الدكتور صلاح. نعم. لكن الى الاستاذ علي من جديد. استاذ علي اسالك هذا السؤال بشكل مباشر، في ظل التصريحات الاخيره للكاظمي سواء كان على مستوى تحركه او مستوى المقابله الاخيره مع الشرق الاوسط، الى اي حد تعتقد ان الرجل يمتلك ملفات وقد تكون هذه الملفات مهمه تجاه قوى سياسيه كبيره مؤثره في المشهد السياسي، الامر الذي يجعله يتحدث بهذه الاريحيه؟ أكيد الرجل ما جاء عن فراغ، يحتوي على الكثير من الأسرار، لديه من الأدوات والإمكانيات والتخويل بالتصنيع. أستاذ علي؟ طيب يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. أستاذ علي تسمعني؟ التسريبات التي صدرت الاخيره، التسريبات اللي صدرت في الفتره الاخيره اللي نسبت الى المالكي وغير المالكي، كانت هناك اصابع اتهام واضحه للسيد الكاظمي. ما اعرف صوتي واضح؟ نعم واضح، تفضل استاذ علي كمل. فما يمتلكه اعتقد هذا اللقاء الاخير يندرج ضمن اسمحوا لي ان اتواجد في العراق وان امارس العمل السياسي باريحيه تامه، والا فلدي من الملفات التي احملها على عصا ذاكره كعصا الذاكره الذي تلاعبت به بالانتخابات وغلستم عنه يا قوى الاطار واقفلتم ملف التحقيق. فضائحكم الماليه، كل فضائحكم بالاتصالات، كل فسادكم بالوزارات وبالاسماء، وما اطلقته من تسريبات هنا وهناك على لسان علي فاضل وغير علي فاضل عن طريق تزويده بما لدي من النزر اليسير على ابو مازن وغير ابو مازن من ذلك التسريبات يقف خلف الكاظمي. استاذ علي نعم، شنو اللي يثبت انه هذه التسريبات يقف خلفها السيد الكاظمي من خلال الصحفي علي فاضل؟ اللي قريته وكل من يعرف اخيه، السيد الكاظمي مدير مخابرات وبقة المخابرات تحت ايده حتى بعد ان كان رئيسا للوزراء، وعندما اراد ان يذهب عنها اعطاها الى رائد جوحي
ورائد جوحي رجل ايضا معروف انه من فريق الكاظمي الخاص. الكاظمي حكم هذه الاجهزه بطريقه بوليسيه بحته. الكل يعلم بان الكاظمي يمتلك من الملفات والمعلومات، وسربت بعض المصادر الامريكيه هذا الامر بان الكاظمي يمتلك بحكم كونه مدير مخابرات سابق الملفات الكثيره التي من الممكن ان يستخدمها للضغط على القوى السياسيه واعلان ويكيليكس خاص بالعراق. ويكيليكس خاص بالعراق عن طريق السيد الكاظمي. يعني الكاظمي ويكيليكس العراق؟ نعم، ويكيليكس العراق راح يصير الكاظمي حقيقه اذا اراد ان يفضح الامر. وهناك من التسريبات ما يقول بانه مقبل على فتح قناه فضائيه، يريد ان يفتح حزب جديد، يريد ان يشترك بالانتخابات، يريد بيئه امنه بموافقه الجميع وفق سياسه طمطم لي وطمطم لك، ستر لي وستر لك. وهذه السياسه معروفه بين زعماء العراق، ما يحتاج الى دليل، معروفه منذ زمن، من ايام شهداء سبايكار، من ايام سقوط الموصل، من ايام قتل القتلى والشهداء من المتظاهرين وبدون حساب او رقابه، ايام الموازنات المهدوره والاموال الطائله التي سلبت، ناس حفاة عراة جاءوا للعراق الى العراق، كانوا في سوريا وفي ايران وفي دول الخارج يستجدون الجاريه العراقيه حتى يتغدون ويتعشون وعلى لسان غالب شعبنا. لكن الامر هذه المره مختلف استاذ علي، هناك قوه في الاطار التنسيقي. خذ مثلا كتله صادقون دائما ما تتحدث بهذه الطريقه ان الكاظمي سيحاكم. هناك من قال ان الكاظمي سيجلس في السجن، هناك من قال ان الكاظمي سيحاكم، هناك وهناك وما وطال الحديث عن هذا الامر. اين المحاكمه؟ اين المحاسبه؟ اين اجراءات حكومه السودان تجاه تلك الاموال المهدوره؟ هناك بعض الشخوص الذين كانوا في حكومه الكاظمي استمروا في حكومه السوداني وكانهما كانوا انبياء، ولكننا نرجع الى اصل تشكيل الحكومات، هو تشكيل حكومات محاصصه. لدينا من التسريبات تثبت بان احد الزعماء السياسيين السنه مشترك حد النخاع بالفساد بالصوت والصوره، ورغم ذلك زاره السيد السوداني بنفسه، وزار زميله الذي كان متهما بفساد التربيه ايام وزيره التربيه سعاد. اخي المحاصصه طاغيه، وكل ملفات الفساد اصبحت ما دون المحاصصه. العبره بتكوين الكتله الاكبر، تكوين الكتله الاكبر، هذه غشاوه كبيره اعمت عيون الساسه عن المحاسبه. حتى وان كانت هناك محاسبه، كانت حكومة الكاظمي ترفع شعار المحاسبة في لجنة أبو رغيف، وتبين بعد انقضاء فترة الكاظمي ما فعلته هذه اللجنة من سياسات انتقامية. ما تقوم به حكومة السوداني من محاسبات للماضي لا تذكر. انطيني الآن ملفات فتحت غير ملف نور زهير، والذي تم تسويته بطريقة بائسة كأنما هو ضوء أخضر لمن يريد أن يسرق العراق. اسرق ورجع سرقتك سرقتك بعد سنوات، بعد ان تعمل في السوق العراقي والارباح، فخذ الارباح لك ورجع اصول الاموال الى العراق من دون محاسبه ومن دون سجن ومن دون عقاب. وكذلك مستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري وغيرها، وذكرت قبل قليل سرقه اموال الامن الغذائي الذي ان صحت عليه تسميه فيجب ان يسمى باموال الوهم الغذائي. وانا اتنصل عن اتهام الكاظمي من اللي سرقها؟ فقط كل الاصوات هي صارت في الايام الاخيره لحكومه الكاظمي استاذ علي، الامن الغذائي هي مشتركه بسرقه هذا القانون. جيد، انا خلينا نناقش نقاط تتعلق في عمليه الحراك اللي عمل عليه السيد الكاظمي من جديد مع الدكتور صلاح. دكتور، تحدثك الاستاذ كرم قبل قليل وهو يطرح تساؤل، وهذا التساؤل مشروع، ان تلك الاحتجاجات التي أوصلت العراق إلى مرحلة يكون من خلالها هناك ضغط مجتمعي كبير يذهب بنا باتجاه تغيير الحكومة بشكل كامل، ويجبر رئيس الوزراء على تقديم الاستقالة، وهي المرة الأولى منذ تشكيل العملية السياسية بعد 2003 إلى تلك اللحظة، لماذا لم تكن قادرة نفس هذه الحركة على إجبار الكاظمي وكامل المنظومة السياسية بكشف قتلة المتظاهرين؟ أستاذ علي، ما احنا نتكلم عن مجهود جماهيري أنهك. احنا في وقت الكاظمي ليش الاحتجاج وقف؟ استذكارات 11 يوم 25
كانت أيضا تطلع بكثافة وبشكل مركز، ولكن العدد قل انهكت يعني تعبت بهالقضية. يعني ظل احنا نطالب يا معودين كشفونا القتلة، يا معودين كافي ميليشيات، يا معودين كافي فساد وسرقات، ماكو احنا هذا الموضوع كله. بدنا نعتبرهم اللي جو كرؤساء وزراء كحقبة من 2003 هم نظام، هم واحد، هم نظام واحد، وليسوا هذا جيد وهذا سيء، لا هم كلهم منظومة واحدة جايين من مدرسة واحدة يطبقون سياسة واحدة. احنا حتى هاي الحكومة في حديث سابق مع السيد عدنان الزرفي، عندما كنت أتحدث مع الزرفي في هذه النقطة أنه من المتهم في قضية قتل المتظاهرين في تلك الفترة، قال لا يمكن أن نتحدث عن طرف ثالث، المتهم هي الأجهزة الأمنية. المتهم لا 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 مو فقط الأجهزة الأمنية، عسكرية لا لا لا، القضية مشتركة ميليشيات وأجهزة أمنية. الأجهزة الأمنية مو مقامت بالاغتيال، وإنما من خلال الساحات تظاهر بالقناص او انه الدخانيات او غيرها، هذا كان من قبل الاجهزه الامنيه بكل صراحه. اما الاغتيالات ليست اجهزه امنيه، منو؟ ميليشيات. منو الميليشيات؟ الميليشيات واضحه اللي كانت تعادي تشرين، واللي كانت القنوات التلفزيونيه، اذا تحب اذكر الاسماء كقنوات تلفزيون اذكرها ما عندي مانع يعني، لكن ترك القنوات ذكر لي اي هم لعب منه هاي القنوات التلفزيون اللي كانت تحرض، وطلع احد المذيعين في قناه فلان ويقول انه هاي الدكتوره ريهام قابلت السفير الامريكي في البصره، ونتيجه هذا اللقاء انقتلت الدكتوره واغتيلت من قبل الميليشيات الظلاميه الموجوده بالبصره، وبعدين طلعت لها مسميات بمسميات الله، احدى مسميات الله. احنا ننكر هالشيء هذا؟ اللي المجازة اللي صارت في ساحة الحبوبي وساحة الصدرين في النجف وفي ساحة التربية في كربلاء، كان كشفت قتل، هي الميليشيات اعترفت انه انا قمت بهالموضوع هذا، هي الميليشيات اعترفت. اعترفت بشنو؟ اعترفت بقتل الشباب. شلون؟ اعترفت من خلال شخوصهم وصفحاتهم وكذا، وتعتبرهم مخربين وجوكرية. وبعدين من طلع الجوكري؟ من الأخير من الجوكر؟ مو هذا الإطار قدامك طلع هو الجوكري، والسفيرة تلتقي بي، والأمم المتحدة تلتقي بي، سفير الناتو قام يلتقي بالشخوص مال الإطار والمقاومة. الآن احنا قمنا نعتبرهم جوكرية، من بده يقابل السفيرة الأمريكية الآن اللي داخلة وزارة المالية وطالعة من وزارة الدفاع ومقابلة رئيس هيئة الفلان، ويجي وزير الدفاع لويد أوستن ويقابل هالشخصيات هذه؟ خلينا وين المقاومة؟ وين لك المقاومة موجودة، هذا عمل سياسي والمقاومة موجودة. أنا الحقيقة يعني ممكن أطلق مسمى على الإطار، مسمى جديد ربما حنسميه بعد 8 أشهر، هو الإطار التطبيعي. أحس هذه بها دليل. نلتقي بعد 8 أشهر، كل الدلائل وكل الأمور دشير أنه ديسيرون بينا إلى التطبيع. تطبيع مع إسرائيل، ما عندنا قانون مجلس النواب. احنا وياما مختلفين بعد. جيد، خلينا بهذه النقاط. حسنا، ما راح أسأل الآن عن الكاظمي وما صرح به الآن، الإطار التطبيعي بعد 8 أشهر، وفكرة أنه الاتهام الذي كان يوجه لقوى الاحتجاج، القوى التشرينية، أنكم بين هلالين، جوكر، أبناء سفارة، يتحدث لك الآن من الذي يجالس هؤلاء؟ سيدي الكريم، يعني اليوم الإطار هو من قدم رئيس الوزراء، يعني سلطة، يعني دولة. زين، العلاقات الدبلوماسية هذه شنو تعتبر؟ عمالة؟ اليوم العراق، احنا نسعى أن يكون العراق منفتح على كل بلدان العالم، سواء في محيط العربي، محيط الإقليمي، وحتى دول العالم. لو نرجع للقطيعة ويبقى العراق في عزلة ولا لا لا حد يشوفه ولا يشوف أحد، ما يصير. يعني العلاقات الدبلوماسية مو مطلبة. الموضوع الآخر اليوم، طيب هذا كان يطلق صواريخ على السفارات، شنو يطلق شركائكم على يا سفارات شركائكم بالإطار؟ حس من يدعي المقاومة هذا يعتبره واجبة، مو شغلي يعني، مو شغلي يعني. يعني حس أنت اليوم اليوم جنابكم بالمطلق تشرين عندك هي، يعني كل من ينتمي إلى تشرين هو بالمطلق جيد؟ نعم تأكيد، احنا أول ناس. والدليل اليوم، خليني أرجع شوي هم بالذاكرة إلى الوراء، المرقد مال شهيد المحراب، هل هو
جوكر؟ هل هو كان جزء من قتل المتظاهرين من راحة ويردون يحرقون المرقد واعتدوا على المرقد؟ هذا هم اني هم اتهم هذا غريب اني ما قضيه استهداف المرقد اني غريبه حقيقه غريب عجيب شلون فهمت الامر هي الناس يعني الناس تتظاهر في تلك المنطقه ليش اعتبرتوه انه استهداف المرقد زين والاعتداء اللي صار على قالت الاسلحه من المرقد وضربت المتظاهرين المتظاهرين اعتدوا على المرقد موجه الى المجلس الاعلى والى تيار الحكمه واتمنى تكون الاجابه لا لا بكل صراحه اللي اعتدى اعتدى جزء من تشرين اعتدوا على المرقد وبالشعارات كانت تظاهرات هناك التظاهرات تروح تعتدي على المرقد وهاي وين خلي كمل وجهه نظرك لا 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 هسه اليوم 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 يعتبر يعتبر كل ما هو اذا مو وياي هو ضدي زين هسه هو ضدك هسه شهيد المحراب هو انت ما شايفه ولعله من ذهب من ذهب لحرق المرقد يجوز من استشهد شهيد المحراب هو بعد ما جاء للدنيا هو شنو اللي ما يشوف الشمس يعني لا 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 ظهرت عنده دكتور حتى لا هذا الحكي دكتور هذا الحكي هذا الحكي حتى لا نروح بعيد عن الموضوع على الواقع كم غلطه اللي ما يشوف اللي ما يشوف ترى اللي ما يشوف الشمس يعني لا تؤاخذني اكو مشكله في نظره ما بدي اقول غير مصطلح اللي اعتداء حصل من هؤلاء هسه انا اقول هم يدعون بس يدعون هسه مو قال لك مثل ما ما يسمون كل تشرين صار شباب سالت هسه حد صار بالمقصد شيء سؤال احترقت الباب وانضربوا الجو وش قد استشهد دكتور صلاح دكتور صلاح ما اعرف لا ما كان ما كان دكتور صلاح دكتور صلاح ما كان لكم مواضيع ما بقى عنده خلي يكمل النقطة حتى الاستاذ علي انا اجيك استاذ علي ما كان لكم رصاص من المرقد ما انطلق رصاص من المرقد مين قلت له العدو علق لي على قصه الاطار التطبيعي لا حتى انتقل للاستاذ علي لا يعني ما دام احنا موجودين بالاطار كتيار حكمه وعمامه السيد الحكيم فالتطبيع بعيد جدا عن عن عن, عن اي من يتحدث به هسه هي مو 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 بغض لمن يريد ان يتحدث بهذا الشكل لا من يتحدث ومن يتهم هسه هو بالنتيجه هو اخويا خليه يتهمني ما يخالف بس اكو حقائق البين على من ادعى اذا اليوم الاطار او اي من ينتمي الى الاطار اي جزء ينتمي الى الاطار يذهب باتجاه التطبيع فاني اجزم لك و اقسم عنهم بانه هذا الموضوع لن يكون ممتاز انا خليني في وقفه اخيره مع الاستاذ علي خليني اسال جنابك بهذه النقاط اللي اثارها الدكتور صلاح قبل قليل وعلق عليها ايضا الاستاذ كرم فكره ان العراق ربما يقترب من التطبيع من خلال الاطار التنسيقي وان اطراف المقاومه داخل الاطار التنسيقي اليوم تجالس تتحاور مع الولايات المتحده الامريكيه ومع السفيره الامريكيه بشكل مستمر هو أنا هنا أخل موضوع ولكن عندي ملاحظة للأساتذة الكرام ما أعرف إذا الشعارات تجزأ أو تدار حسب المصلحة أو لها وقت محدد وتنتهي بنفاذ هذا الوقت يعني أنا أتذكر من كان التيار الصدري متصدي لتشكيل الحكومة وكان يحتاج إلى بعض الكراسي لتشكيل الأغلبية أو إكمال النصاب 220 كانت قادة الإطار التنسيقي يخرجون دائما وجميع إعلاميهم والذين يعملون لمصلحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفضائيات يقولون الثالوث المشؤوم هذا الذي كنا نسمعه دوما الثالوث المشؤوم هل هذا الثالوث المشؤوم الآن بعد ما أصبحت الحكومة بيد الإطار ذهب الشؤوم عنه أم أن العزلة عن العالم كانت واجبة عندما كان الإطار بعيدا عن تشكيل الحكومة وأصبحت العودة إلى العالم واجبة بعد أن أصبح في سدة الحكم لو هي الشعارات تدار حسب المصلحة التي تقتضيها للأحزاب المتنفذة هذا الحفاظ على المبدأ والحفاظ على الشعار هذه ما يحدد نوع العلاقة مع أي بلد من دول العالم هي مصلحة العراق العليا بس احنا ما عندنا مشكلة مع أي دولة ولكن كل الدول ما عندنا مشكلة وياها عدا الكيان الصهيوني غير هذا ما عندنا مشكلة كان حكمها انه تتحالف مع الشيطان وبالتالي الحديث عن التطبيع ضمن الخانة اللي تفضلت بها جنابك وضمن المساحة اللي تفضلت بها جنابك الحديث عن التطبيع وارد كانت قضية مصلحة شلون وارد التطبيع ويقول لك انه يستفي مع الكل باستثناء الكيان الصهيوني تطبع مع اسرائيل جاي يستفني استاذ علي بس
استمع الكلام جيدا، انا اقول من يحدد العلاقه مع الاخرين هي مصلحه العراق العليا، هذا من جانب، الجانب الاهم باستثناء الكيان الصهيوني، انا ما معترف في دوله حتى انه بطبع وياه، انا اقول ما عاد استاذ علي ما بقى عنده لا مو انا اسال سؤال، اين كانت مصلحه العراق والعزله مالته وعدم العزله عندما كان الشيخ قيس والسيد عمار وكل الفرقاء السياسيين الموجودين في الاطار يصفون امريكا بانها جزء من الثالوث المشؤوم؟ وين كانت مصلحه العراق؟ ليش استقضت مصلحه العراق؟ انا اعتقد انا مع الجانب الذي يجب صوتي مسموع؟ مسموع تفضل. انا مع هذا ومع ذاك. نعم مصلحه العراق يجب ان تغلب ولكن في كل الاوقات، ليس بالاوقات حسب المزاج. واضحه الفكره؟ انا اعتقد من الواجب ان ننفتح على الغرب، ننفتح على الشرق، وان نتمتع بسياسه متزنه كالسياسات الموجوده في باقي الدول العربيه التي تربطها علاقات مع محور الشرقي ومحور الغرب، وتحكم مصالح بلادها السياسيه والاقتصاديه، لا ان تتصرف بهذه المصلحه حسب الامزجه الحزبيه والعقائديه والولائيه. رئيس حزب واثقون، اشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر سكايب الاستاذ علي الشريف، هو بما تهواه ايران. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك، انا ما بقى عندي الوقت، اشكرك كل الشكر، وايضا اشكر ضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور صلاح الجراح، شكرا جزيلا لحضرتك، والاستاذ كرم الخزعلي شكرا جزيلا لكم، ودائما اشكركم انتم ساده المشاهدين على طيب وكرم المتابعه، الى اللقاء.